أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أما الحديث وما حاله، عن ابن عمر رضي الله عنه روى الترمذي، والراجح وقفه على ابن عمر ولم يثبت مرفوعا. والمقصود في هذا الحديث ما كان في غير نتاج السائمة وفي غير أيضا مع عروض التجارة. سيأتي معنا أيضا أن عروض التجارة يحسب مع أصله. السائمة، ما مقصودهم بالسائمة؟ قالوا نتاج السائمة. ما المقصود بالسائمة؟ من سيجيب؟ عندك الماشية التي ترعى بدون كلفة بدون علف تسمى سائمة. فالمعلوفة هل فيها زكاة؟ التي تعلف، نعم، الذي يجلب لها العلف ويتعب فيها فلا زكاة فيها. تقدمت معنا المسألة في أوائل الزكاة. إذا استفاد مالا بسبب مستقل من ميراث أو هبة فهل يلزمه أن يزكيه على الحول الأول إذا كان عنده حول قبل ذلك؟ يحسب له حولا جديدا، وله أن يقدمه مع الحول الأول من باب تعجيل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه، مسألة: هل الزكاة تجب في الذمة أم في عين المال؟ والمقصود هل يجب عليك أن تزكي من نفس المال أو هي في ذمتك ولو زكيت من غير المال؟ سيأتي الكلام في ذلك. قال: فيه قولان، الأول أنها تجب في الذمة، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية، وذلك لأن إخراج الزكاة من غير النصاب من جنسه جائز بلا خلاف، ولو وجبت في عينه لم تنع تصرف المالك فيه، لأن ماله أصبح مشتركا، بمعنى أنه له أن يخرج. مثلا لو وجبت عليه زكاة من الغنم فوجبت عليه شاة، فله أن يخرج شاة أخرى غير الأربعين التي في ماله. فقالوا هذا يدل على أنها واجبة في الذمة وليست واجبة في عين المال. قال الثاني أنها تجب في عين المال، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند أصحابه، وهو رواية عن أحمد، وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة لحديث في أربعين شاة شاه، وحديث فيما سقط السماء العشر، وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف في وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة. قلت: قال صاحب زاد المستقنع: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال الإمام العثيمين رحمه الله: فالقول الذي مشى عليه المؤلف، وهذا قول في مذهب أحمد، قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، لأنها ما وجبت إلا بسبب ذلك المال، فلذلك قالوا تجب في عين المال
بمعنى أنها واجبة بسبب هذا المال، لو لم يوجد هذا المال لما وجبت عليه الزكاة. قال: ولها تعلق في الذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال. قال رحمه الله: فائدة هذا الخلاف، لو كان عند رجل نصاب كأربعين شاة فلم يؤدي زكاتها حتى حال عليه حول آخر، فإن قلنا إن الزكاة في العين فعليه شاة عن الحول الأول، ولا يجب عليه في الحول الثاني شاة، لأنه إذا حسبنا عليه شاة في الحول الأول فستنقص الشاة ويكون بقي معه 39 شاة وليس فيها زكاة، ولا يجب عليه في الحول الثاني شاة لأن ماله قد نقص عن النصاب. وإن قلنا إنها تجب في الذمة وجبت عليه شاتان، والله أعلم. والصحيح في هذه المسألة أنها واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فهي واجبة بسبب المال نفسه، ولذلك الذي تتراكم عليه زكوات فإنه يجزئه أن يخرج زكاة العام الأول ثم ينقصها من النصاب في العام الثاني، وإذا أخرج زكاة العام الثاني أنقصها من النصاب العام الثالث، وهكذا. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: هل يشترط في الزكاة إمكان الأداء؟ في المسألة أقوال: الأول أن إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، وهو قول الشافعي وهو الأصح عند الشافعية. معنى إمكان الأداء أنه حال عليه الحول ووجد وقتا يستطيع أن يخرج الزكاة، أمكنه الأداء، فهل هذا الوقت شرط للوجوب أو شرط للضمان؟ سيأتي معنا. فهذا القول الأول، قالوا قد وجبت عليه الزكاة ولكنه إذا تلف عليه المال لا يضمن، شرط في الضمان لا في الوجوب. الثاني أن إمكان الأداء ليس شرطا في الضمان ولا في الوجوب، وهو مذهب أحمد. ومعنى هذا القول: إذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، فلو تلف ماله يؤدي الزكاة من مال آخر، فإمكان الأداء ليس شرطا في الضمان ولا في الوجوب. معنى هذا القول: إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة في ذمته، فإن تلف ماله فتبقى الزكاة في ذمته. الثالث قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام أو الساعي. الرابع قال بعض الشافعية: لا يضمن وإن طولب، أو لا يضمن وإن طولب. الخامس أن إمكان الأداء شرط في الوجوب، وهو قول للشافعي ومذهب مالك، بمعنى أنه ما تجب عليه الزكاة حتى يمكنه الأداء، بمعنى يحول عليه الحول ويجد وقتا للأداء، وإلا فما تجب عليه بالكلية. قلت: الذي يظهر أن الوجوب يتعلق بالذمة بحلول الحول، وأما إن تلف النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وليس ذلك عن تفريط منه، فالصواب القول الأول أنه لا يضمن، فيكون إمكان الأداء شرطا في الضمان، كما قال الشافعي وهو رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق وأبي ثور والحسن بن صالح وابن المنذر. معنى هذه المسألة أنه إذا تلفت عليه
إذا تلف عليه ماله بعد أن حال عليه الحول، حال الحول فتلف ماله على رأس الحول بعد أن استتم الحول، هل تجب عليه الزكاة في ذمته أم لا؟ الجواب لا تجب عليه، لا يضمن، وإن كانت وجبت عليه فلكنه لم يجد وقتا لإخراجها فلا يضمن. فلو تأخر أخرها عنده أياما وجد وقتا لإخراجها فتأخر ثم تلفت، هل عليه الزكاة أم لا؟ نعم، الصواب أن عليه الزكاة، يجب عليه أن يخرجها، قد وقعت في ذمته. ولذلك الزكاة كما تقدم معنا لها تعلق بالعين ولها تعلق بالذمة، ففي هذه المسألة حصل فيها الأمران، أوجبنا الزكاة عليه إذا حال عليه الحول وهو يملك النصاب، وإذا مر عليه أيام وهو يمكنه الأداء فقد تعلقت بذمته، فعليه الزكاة، قد تعلقت بالذمة. المسألة الثانية، إذا تلفت الزكاة على العامل فهل يضمن؟ ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ هذه المسألة ما صورتها؟ منك عبد الرزاق؟ وهذه الثانية؟ الثانية إذا تلفت الزكاة على العامل، يعني قد أخذ الزكاة، قد دفع الزكاة صاحبها، قد دفعها والعامل الذي أخذه هو الذي تلفت عليه. المسألة الثانية، إذا تلفت الزكاة على العامل فهل يضمن؟ أما إن كان فرط في حفظها أو تعدى فيها فتلفت فهو ضامن عند أهل العلم، لأن يده صارت يدا متعدية فعليه الضمان، وأما إن لم يحصل منه تفريط أو تعدي فلا ضمان عليه، لأن يده يد أمينة، وقد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، ويعطى نصيب عمله عند الجمهور. وخالف أبو حنيفة فقال لا يعطى نصيبه لأنه لم يوصل الزكاة إلى محلها، لأنه لم يوصل الزكاة إلى محلها، والصحيح قول الجمهور، يعني لا يزال يستحق أجرة على عمله ويعطى من بيت المال. فإذا العامل على الصدقة ليس له أن يبيع منها شيئا إلا لضرورة أو حاجة، عن الأصل أن الزكاة يأخذ العامل فيصرفها في موضع آخر على صورتها، تصرف الأنعام للمحتاجين أنعاما، المحاصيل الزراعية تصرف حبوبا أو ثمارا لأصحابها أو للفقراء عليه. المسألة الثالثة، إذا مات صاحب المال وانتقل المال إلى الوارث أيبنى الحول أم يستأنف؟ ما معنى يبنى وما معنى يستأنف؟ يبنى الحول أم يستأنف، ما معنى يبنى؟ يبنى أو يستأنف، أيهما بمعنى الإعادة؟ لا، البناء بمعنى الإكمال، والاستئناف معنى إعادة الحول. ما هو الصحيح أو ما هو الجواب في هذه المسألة؟ مثلا الأب معه مال له 6 أشهر ثم توفي، فهل يكملون السنة أو يعيدون من البداية؟ يستأنف، لأن الملك انتقل. أحسنت، انتقل الملك. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب، إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبني على الحول؟ فيه قولان وهما مشهوران، أصحهما باتفاقهم لا يبني، بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه الملك،
هذا هو نصه في الجديد. ما معنى نصه في الجديد؟ عندك نص الشافعي في الجديد. وإذا قالوا نص نصه أي نص على المسألة بعينها. والثاني وهو القديم أنه يبني على حول الميت، لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره. أما الرد بالعيب فهي من حقوق المال، الرد بالعيب والرد بالشرط من حقوق المال، فالمال موروث بحقوقه، المال موروث بحقوقه. لكن قياس هذه المسألة على ذلك لا يصح، لأن المال انتقل إلى ملك الورثة. وأما الرد بالعيب إذا كان المال مال الأب اشترى شيئا معيبا أو له شرط، فقد ورث المال بشرطه وبحقوقه. قلت الخلاف المذكور على مذهب الشافعية، والراجح أنه يستأنف حولا جديدا، وهو مقتضى قول الجمهور. المسألة الرابعة، هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية والأثمان في كل عام؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا، وإنما تزكى عند تصفيتها، الذي هي البر والشعير والتمر محاصيل الزراعية، تزكى عند حصادها، وإنما تزكى عند تصفيتها وكيلها، ويبس التمر وكيله، يبس بالكسر، عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي والعوامل. ما معنى العوامل؟ إلا في الحلي والعوامل. العوامل هي المسألة التي ستأتي في الحديث القادم إن شاء الله. إذا كانت الدولة ما تأخذ الزكاة من المحاصيل، تأخذ مالا، لا بس إذا أخذوا بمذهب بعض أهل العلم الذين قالوا يجوز أن تأخذ القيمة فيدفع لهم، وهم يتحملون ذلك إن شاء الله، إن كانوا أخذوه عن اجتهاد فلهم قولهم، وإن كانوا مقلدين أيضا لعالم مجتهد فلهم له وجه، وإن كان اتباعا للهوى فيأثمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.